السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنات هنكمل باقي المحاضرة بعد البريك. كنا في الجزء الأول من المحاضرة اتكلمنا على الليكويد دروب موديل أو نموذج قطرة السائل، وقلنا نموذج قطرة السائل اللي هو بيفترض أن النواة كأنها قطرة من السائل. هذه قطرة السائل هذه بتكون شكلها كروي غير قابلة للانضغاط، كثافتها عالية، في نفس الوقت الكثافة كثافتها ثابتة عالية وثابتة، والنيوكلونات بتحرك داخل جهد مركزي للنواة، وقلنا السيمي امبيريكال فورمولا اللي هي نموذج قطرة السائل افترض معادلة شبه وضعية ومن خلاله يقدر يحسب كتلة النواة على أساس إن عندي هنا طاقة الترابط النووي هي عبارة عن مجموع كتلة البروتونات زائد مجموع كتلة النيوترونات ناقص كتلة النواة. فأنا وأنا هو هنا المعادلة بيحاول يحسب كتلة النواة بشكل شبه وضعي أو شبه تجريبي. فلو انا حركت ام الجهه الثانيه، وبالتالي اقدر اقول ان الكتله ام هي عباره عن مجموع كتله البروتونات زائد مجموع كتله النيوترونات ناقص طاقه الترابط. طاقه الترابط هو افترض في نموذج قطره السائل ان طاقه الترابط النووي بتحتوي على العديد من الحدود. فطاقه الترابط النووي هي عباره عن عده حدود B1 B2 B3 B4 B5. مجموع هذه الحدود يعطي طاقة الترابط النووي الكلي. الحد الأول هو حد الحجم، وحد الحجم اللي هو الفوليوم انرجي ده بيتناسب مع حجم النواة، وبالتالي بيتناسب مع الماس نمبر أو العدد الكتلي. يعني ما كلما زاد حجم النواة بيزداد طاقة الترابط، طاقة الترابط النووي اللي هو حد الحجم، لأن كل ما بيزيد عدد النيوكلونات داخل النواة يعني بيزيد الماس نمبر، كل ما طاقة الترابط النووي بتزيد، لأن بين كل بروتون وبروتون في طاقة، وبين النيترون والبروتون وبين البروتون والنيترون. فبالتالي كلما زادت عدد الكتلي كلما زادت طاقة الترابط النووي، وبالتالي يبقى نجد أن الحد الأولاني بيتناسب مع حجم النواة. كلما زاد حجم النواة كلما زادت الحد الحجم اللي هو الفوليوم انرجي. وجدوا هنعوض عن التناسب ب اي في اللي هو يمثل الحد الفوليوم. وجدوا ان الاي في بيساوي 15.5 ميجا، ولكن متوسط طاقه الترابط النووي هي في حدود 8 لكل نيوكلون، هي في حدود 8.5، وبالتالي هذا الحد يجب ان يقل الى هذا المقدار اللي هو 8.5. فقالوا في حدود تانية اللي هي زي B2 B3 B4 B5 بتقلل الحد دوت، أو في منها بيزود وفي منها بيقلل. نشوف كده اللي هو الحد التاني، وده قلناه في المحاضرة الأولانية. الحد التاني اللي هو السيرفيس انرجي اللي هو حد السطح، وده يمثل أو يشابه طاقة التوتر السطحي في قطرة السائل، إن النيوكلونات اللي موجودة على السطح بتبقى طاقة الترابط النووي بالنسبة لها أقل من طاقة الترابط النووي للنيوكلونات اللي موجودة في المركز.
وبالتالي طاقة الترابط النووي اللي موجودة على السطح تشارك بطاقة أقل، تشارك بطاقة من النيوترونات اللي موجودة فيه، من النيوكليونات اللي موجودة في المركز. ولذلك هنحتاج ان احنا نحسب عدد النيوكليونات اللي موجودة على السطح. Number of nucleons on surface هو عبارة عن مساحة سطح النواة على مساحة مقطع النيوكليون. طب مساحة سطح النواة هي مساحة سطح الكرة، ومساحة سطح الكرة 4 باي ار سكوير على مساحة المقطع للنيوكليون الواحد اللي هي باي ار سكوير. طب الار هي عبارة عن ار نوت اي 1 اوفر 3، هنعوض عنها بقيمتها هنا، وبالتالي يبقى 4، هنعوض ونربع المقدار كله فهيديني 4 باي ار 0 سكوير اي 2 اوفر 3 على باي ار 0 باور 2. هنختصر الار 0 مع الار 0 والباي مع الباي هيديني 4 اي 2 اوفر 3. هنعوض عن ثابت التناسب بيساوي مقدار ثابت، المقدار الثابت ده هنسميه AS، والAS داخله اللي هو الأربعة الثابت، وبالتالي البي 2 هي عبارة عن AS A 2 over 3. الحد دوت وجدوا إن هو حد طبعًا طاقة في الحد الأول اللي هي طاقة الترابط النووي الكلية، ووجدوا إن هذا المقدار هو عبارة عن 16.8. الحد الثالث اللي هو الكولوم إنرجي، طاقة ترابط كولوم، وطاقة ترابط كولوم طاقة التنافر لكولوم، إن البروتونات بينها وبين بعضها في طاقة تنافر، وطاقة التنافر بتؤدي إلى تقليل طاقة الترابط النووي. طيب طاقة التنافر قد إيه؟ من كنا إحنا أثبتنا في الفصل اللي فات إن طاقة الترابط طاقة التنافر لشحنات الكرة هو عبارة عن 3 على 5 إي سكوير زد باور 2 على 4 باي إبسلون نوت في 1 على R. وهنا زد باور 2 الحد دوت احنا هنا في ساعة ما استنتجنا هذا المقدار دخلنا ان البروتون ممكن يتنافر مع نفسه، فهنا this energy includes self-interaction of last proton with itself. وعشان نصحح هذا المقدار هنطرح واحد من زد، الواحد ده معناه ان كلون لا يتنافر مع ذاته، وبالتالي طاقة تنافر كولوم هي 3 على 5 اي سكوير زد زد ماينس 1 على 4 باي ابسلون نوت ار 0 اي 1 اوفر 3. المقدار الثابت اللي هو المقدار الثابت بالنسبة لي اللي هو 3 اي سكوير على كل ده مقدار ثابت، المقدار الثابت ده كله هنسميه اي سي، يبقى زد في زد ماينس 1 اوفر اي 1 اوفر سي، ده المقدار الثابت. المقدار الثابت دوت اللي هو يمثل الحد الثالث اللي هو السيرفيس انرجي. يبقى البي 3 اللي هو الحد الثالث اي سي في زد زد ماينس 1 على اي 1 اوفر 3. وجد ان الاي سي في حدود 23 ميجا. الحد الرابع اللي هو سيمتري انرجي، السيمتري انرجي او طاقة التماثل، وفي ان النواة بتبقى اكثر استقرارا اما يبقى عدد البروتونات بيساوي عدد النيوترونات، يعني يبقى الزد تقريبا بيساوي الان، وده مهم جدا في الانواع الخفيفة زي ما قلنا الكربون 6-12 وزي الاكسجين 8-16 وزي النيتروجين 7-14. هتجدوا نجد ان دايما هنا زد نص الايه، زد نص الـ A 8 نص الـ 16 6 نص الـ 12 وهكذا. فالنواة تبقى أكثر استقرارا إما يبقى تقريبا الزد تقريبا قد الـ N، ده في الأنواع اللايت. لكن في الأنواع التقيلة الـ Heavy Nuclei عدد النيترونات بيبدأ يزيد على أساس يحاول إن هو يقلل قوة التنافر بين البروتونات وبعضها، يقلل المقدار. ولذلك إذا كانت هناك نواة في عدد من البروتونات أعلى من النيترونات فأنا دلوقتي لو في نواة فيها بروتونات أكتر من النيترونات فأنا عندي البروتونات بتتحول إلى نيترونات. يبقى لو افترضت أن أنا في عندي 3 بروتونات، يبقى في البداية مثلا كان عندي
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس بروتونات، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، دي البروتونات. ففي تلاتة من البروتونات هيتحولوا إلى تلات نيوترونات. ليه؟ التحول دوت هيتم لكي تكون النواة أكثر استقرارا. يبقى هنا في تلات بروتونات هيتحولوا إلى تلات نيوترونات. كل بروتون ما يتحول إلى كل بروتون بيتحول إلى نيوترون في فرق في الطاقة مقداره دلتا إي. النواة تحتاجه دلتا إي. يبقى أنا كده محتاج تلات بروتونات هيتحولوا لتلات نيوترونات، فيبقى عندي مقدار فرق في الطاقة تلاتة دلتا إي. طيب أنا دلوقتي عندي يبقى فيه عدد البروتونات اللي هتتحولوا 3 وعدد النيوترونات انها تنتج 3. طيب بشكل عام نقول ان 3 ديت جايه منين؟ جايه من ما بطرح الزد من الان، ان انا هنا عندي النيوترونات البروتونات اكبر من النيوترونات ب 3، فال 3 ديت هي عباره عن زد ماينس ان، فزد ماينس ان يعني عدد البروتونات. طب وعدد النيوترونات اللي تحول اللي تكونه برضو زد ماينس ان، وبالتالي اقدر اقول ان مقدار النيوترونات او مقدار الطاقه اللي هتنتج هي زد ماينس ان باور 2، يعني زد ماينس ان في زد ماينس ان تبقى زد ماينس ان باور 2. يبقى انا دلوقتي عندي الطاقه في الحاله ديت هتبقى ان ماينس زد فرق الطاقه دلتا اي. إن ما نزد اللي هو عدد النيوترونات اللي هو الثلاثة. فإن ما نزد اللي هو عدد البروتونات. بعدد البروتونات أكبر من النيوترونات بثلاثة. أعوض عن إن بإيه ما نزد، يبقى إيه ما نزد ما نزد تبقى 2Z باور 2. لأن أنا حولت هنا الإن ماينس زد، يعني هتبقى طب والايه عباره عن ايه ماينس زد نيجاتيف زد نيجاتيف زد هتبقى ايه نيجاتيف 2Z. في دلتا اي الطاقه الكليه، دلتا اي عباره عن الطاقه الكليه مقسومة على عدد البروتونات أو عدد النيوترونات، وبالتالي أقدر أقول إن دلتا إي بتتناسب تناسبا عكسيا مع الـ A، لأن كل ما إي تزيد الـ N تزيد أو الزد تزيد. فهنضيف الـ A هنا للمقدار دوت، وبالتالي يبقى الـ B هي عبارة عن A ماينس 2Z على الاتنين تربيع هتبقى 4A. يبقى هنا عندي ده الحد الرابع، والحد الرابع اللي هو يمثل اللي هو التماثل. الحد الخامس اللي هو البيرنج، زي ما قلنا البيرنج اللي هو حد التزاوج، ان النواة تفضل ان يحدث تزاوج بين البروتونات والبروتونات او بين النيوترونات والنيوترونات، بمعنى ان عدد النيوترونات الكلي يبقى عدد زوجي وعدد البروتونات الكلي يبقى عدد زوجي. يعني مثلا هنا الكربون 6 12 عدد البروتونات 6 زوجي، عدد النيوترونات 12 ناقص 6 يبقى 6 برضو، يبقى ايه دي نواة مستقرة جدا. ده هنا البي زوجي والان زوجي. هنا وجدوا ان طبعا في أدلة بتؤكد هذا الكلام، ان عدد الأنوية الزوجي زوجي حوالي 156 نواة، يعني عدد الأنوية اللي فيها الان زوجي والزد زوجي 156. طب عدد الانويه اللي فيها فرد فردي، يعني الان تبقى فردي والزد فردي، قليل جدا 5 فقط. لو خليط بين الاثنين واحد فردي والتاني زوجي، يعني الزد فردي والان زوجي او العكس، وجدوا ان عدد الانويه في الحالات دي بتبقى في حوالي 50. ده بيؤكد اما تكون النواه الايفن زد اند ايفن ان بتبقى الانويه دي فيري ستيبل،
لكن لو النواة اوت زد واوت ان تبقى النواة انستيبل. ولذلك بيعتبر الطاقة في الحالة دي تبقى بالسالب. لكن لو كان ايفن ايفن هتبقى الطاقة في الحالة دي بتبقى بالموجب. لو كانت النواة الـ A اود يعني خليط من الفردي والزوجي هيبقى طاقة الحد دوت هيبقى مش موجود، هيبقى نعتبره بزيرو غير موجود. لا الحد دوت في حدود 14 12 ميجا الكترون فولت. لو احنا جمعنا الحدود السابقة كلها اللي هو الحد الحجم والسطح وطاقة كولوم والتماثل والبيرنج هيبقى ده يدينا المعدل شبه الوضعية. يبقى M للحساب الكتلة يبقى M بتساوي زد M مجموع أعداد البروتونات زائد مجموع أعداد النيوترونات ناقص بقى الخمس حدود اللي احنا قلنا عليهم الحد الحجم وحد السطح وحد كولوم وحد التماثل وحد التزاوج. لو عوضنا عن كل حد من دول بقيمته ان هي A1 اللي هي AV في A و A2 اللي هي AS في A 2 باور 3 2 over 3 والـ A3 اللي هي AC زد زد ماينس 1 على A1 over 3 والحد الرابع اللي هو حد التماثل اللي هي A في 2 زد ماينس 2 زد باور 2 على A زائد البيرنج اللي هو الحد الأخير اللي هو ممكن يبقى بالموجب أو بالسالب أو بصفر. يعني ليه ثلاث حالات. فممكن الجمع لو كان even even يطرح لو كان odd odd يبقى صفر لو كان odd even او even odd يعني خليط. فده ملخص للحدود اللي موجوده عندي. AV اللي هو الحد الاول اللي هو الفوليوم تيرم. فالفوليوم تيرم is proportional to A بيتناسب مع A. This term is the charge independent لأنه عبارة عن طاقة الترابط النووي لا يعتمد على الشحنة بتاعة النيوكلون. يعني دي طاقة الترابط بين البروتونات والنيترونات أو بين البروتونات والنيترونات لا يعتمد على شحنة النيوكلون. لا يفرق بين الـ N والـ B. يعني هو طاقة الترابط بين الـ N والـ B بين الـ B والـ B بين الـ N والـ N. لا يعتمد تقطين النيوكلونات وبعضها بغض النظر عن الشحنة. دوت بيتناسب زي ما قلنا مع الحجم. Each nucleon only feels interaction of close neighbors due to short range of nuclear. وطبعا الحد دوت اللي هو حد طاقة الترابط دوت short range يعني هو قصير المدى للنيوكلونات المحيطة فقط. يعني لو أنا عندي نيوكلون هنا هو بس النيوكلونات المحيطة به فقط، لكن لو النيوكلون هنا مفيش تأثير. التأثير هنا للنيوكلونات المحيطة بالنيوكلون هذا. يبقى النيوكلون في المنتصف هيشعر بطاقة الترابط للنيوكلونات اللي حوله، لكن النيوكلونات البعيدة لا تؤثر. يبقى اتش نيوكلون only feels interaction يتأثر بي النيبورز اللي هو النيوكلونات المجاوره due to short range of nuclear force gives positive binding energy وبيعطي طبعا قيمه موجبه is roughly the same for each nucleon وكل نيوكلون بيشارك بنفس المقدار من طاقه الترابط. الحد الثاني طبعا قلنا الحد الاول اللي هو بيتناسب مع A. الحد الثاني اللي هو surface term اللي هو طاقه السطح وده بيتناسب مع عدد النيوكلونات اللي موجودة على السطح لأن النيوكلونات اللي موجودة على السطح لا تشارك بنفس القوة للنيوكلونات الموجودة في المركز. وجدوا إن هو بيتناسب مع A power 2 over 3. This term is the charge independent طبعا برضو أيضا على الشحنة. نيوكلون at the surface nucleus surrounded by fewer nucleons النيوكلونات اللي موجودة على السطح تبقى محاطة بعدد أقل من النيوكلونات عن النيوكلونات الموجودة في المركز and will therefore feel less interactive potential energy ولذلك طاقة المشاركة طاقة الترابط تشارك بها بتبقى أقل من النيوكلونات اللي موجودة in the center. This term
ريديوس ذا بايندنج انرجي، وهذا الحد بيقلل طاقة الترابط النووي. الحد الثالث اللي هو الكولوم انرجي، this term represents the electrostatic energy repulsive energy، يمثل طاقة التنافر بين النيوكلونات بين البروتونات. This term represents the electrostatic energy that arises from the coulomb repulsion between proton، قوة التنافر بين البروتونات. The proton inside the nucleus repel each other، والإلكترو الإلكتريك فورس طاقة التنافر هذه تتناسب مع زد باور 2 اوفر ار، او زد باور 2 اوفر اي باور 1 اوفر 3. وعلى اساس ان ده قانون كولوم اساسا، ان الطاقه بتتناسب طردي مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافه. الحد الرابع اللي هو السيمتري تيرم. السيمتري تيرم ان الانويه الخفيفه مستقره اما يكون ال n بيساوي زد. طيب اف ان ال a ديفييتد فروم تو زد، يعني لو حصل ان عدد البروتونات زاد، زين ذا بايندنج انرجي از ريديوسد، طاقه الترابط بتقل. ذا نيوكلير فورس از جريتست فور ذا لايت نيوكلس with equal number of proton and neutron. النواة بتبقى طاقة الترابط بتاعتها قوية اما يكون تقريبا بيساوي الزد، بس ده الانوية اللي هي الخفيفة مش التقيلة. This term proportional to n minus z power 2 اللي هو الفرق بين النيوترونات والبروتونات، وده اللي هو بيديني زي قطع مكافئ، وهو A minus 2 Z باور 2 على A. الحد الأخير اللي هو البيرنج تيرم. البيرنج تيرم اللي هو حد التزاوج، إن البايندنج انرجي فور A ديبند أون إما يكون N و Z أر إيفن أور أود، زي ما قلنا تو لايك بارتكل تند تو كومبليت انرجي رينج أوف سبين. يعني أنا دلوقتي عندي كل مكان سب ليفل ممكن يعيش فيه اثنين نيوكلون في حاله كل منهم عكس الاخر، يعني دوت نيوكلون السبين بتاعه بروتون السبين بتاعه اب والتاني السبين بتاعه داون، وبرده ممكن يبقى عندي اثنين نيوترون، واحد نيوترون السبين اب والتاني نيوترون التاني السبين داون، فبيميلوا الى التزاوج بينهم وبعض، فده البيرنج. موست ستيبل نيوكليوي هاف زد even and n even، ولذلك ال n بتبقى even. لما يكون ال n even increase the binding energy، ده بيزود طاقة الترابط النووي. ال even even nuclei، لكن لما تكون النواة odd odd ده بيؤدي إلى تقليل طاقة الترابط النووي، وده بيمثل حد التزاوج. يبقى ده ملخص اللي هم الخمس حدود اللي هو في المعادلة الشبه الوضعية. هنا ديت مسألة بيقول لي هنا use the semi-empirical equation of liquid drop model to calculate the volume of Z. Make M minimum for nucleus A125 using the value، مديني قيم للبارامتر للثوابت اللي هي الاي سي والاي اي ونعوض بيهم في المعادله. هنا بيقول لي عايزين نخلي كتله النواه اقل ما يمكن. طيب كتله النواه اقل ما يمكن ده معناه ان هو هيديني ماكسيمم بايندنج انرجي، اكبر طاقه ترابط. طيب عندي هنا عشان المعادله بتاعت المعادلة شبه الوضعية هنلاقي فيها حد باور 2، ده معناها ان ديت معادلة من الدرجة الثانية، معادلة تربيعية يعني كوادراتيك ايكويشن. كوادراتيك ايكويشن بيبقى بتاخد الشكل دوت. الكوادراتيك ايكويشن بتاخد الشكل دوت، فبيبقى الكتلة بتبقى اقل ما يمكن نقطة الاقلاب بتاعة المنحنى، وفيها
عشان اجيب النقطة ديت بفاضل، هفاضل بالنسبة للزد وساوي عشان اجيب الزد مينيمم وساوي الناتج بالصفر. يعني اجيب التفاضل بتاع المعادلة ديت، وبعد ما فاضل المعادلة عشان اجيب الزد مينيمم يعني اقل عدد من البروتونات بيجعل النواة مستقرة، ونساوي الناتج التفاضل بتاع المعادلة ومنه نجيب الزد مينيمم. فاحنا دلوقتي عندنا المعادلة شبه الوضعية عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 2 3 4 5 حدود. هنفاضل المعادلة ديت بالنسبة للزد، وبعد ما نفاضلها بالنسبة للزد هنساوي التفاضل ده بالصفر. وما نفاضل التفاضل بالصفر ده معناه ان هو يديني الزد مينيمم. الزد مينيمم يعني اقل عدد من البروتونات يجعل النواة مستقرة، اكثر استقرارا، يعني طاقة الترابط تبقى اكبر ما يمكن. طيب يبقى المعادلة دي هنعمل لها عملية تفاضل. هنفاضل بالنسبة لمين؟ بالنسبة للزد. يبقى الزد المتغير والايه ثابت، وادام الايه ثابت يبقى ده اسمه ايزوبارز. الايزوبارز اللي هي الايزوبارات اللي هي بيبقى فيها الاي كونستانت. احنا دلوقتي هنعتبر ان الاي كونستانت والزد متغير. الزد كونستانت يعني انويه ليها نفس العدد من الماس نمبر الاي، وبالتالي الانويه اللي ليها ذا سيم اي بنسميها ايزوبار، الايزوبارات. فانا دلوقتي عندي، يبقى انا دلوقتي بعتبر ان الاي كونستانت بالنسبه لي والزد متغير، يعني بنعتبر ان الماس نمبر ثابت والزد احنا عايزين نجيب اقل عدد بروتونات بيجعل النواه اكثر استقرارا. طب وده نحصل عليه ازاي؟ ان احنا نفاضل المعادله دي بالنسبه للزد، وبعد كده نساوي التفاضل بالصفر، وبالتالي نجيب الزد مينيمم اللي هو اقل عدد من البروتونات يجعل النواة اكثر استقرارا. طيب تعالوا نفاضل الحدود دي بالنسبه للزد. اول حاجه عندي الحد الاولاني ده اللي هو مجموع اعداد النيوترونات اللي هو A minus Z. طيب الـ A constant بالنسبة لي خلاص، لكن Z في M يديني Z، Z في M يديني M. زي ما أقول 5X تفاضلها يديني إيه؟ يديني 5. فبرضو هنا Z M هيديني إيه؟ هيديني M. أنا هنا المتغير بالنسبة لي الزد، فالزد كأنه زي الخمسة بالظبط زي الإكس، والإم هي الخمسة. فزد إم ممكن نكتبها إم زد يبقى زي الخمسة إكس، يبقى دي تفاضلها بإيه؟ بإم ماينس إم. يبقى عندي هنا الـ A ماينس زد تفاضلها ب ماينس إم. طيب الحد الثاني دوت لا يعتمد كل ما فيه زد فيه خالص يبقى بصفر، والحد الثاني ده لا يوجد فيه زد يبقى بصفر. الحد الثالث دوت هنقسمه لجزئين، جزء يبقى زد سكوير على A 1 over 3 ناقص نيجاتيف، والحد الثاني يبقى نيجاتيف زد على A 1 over 3. ده هيبقى تفاضله ب 2 زد، لان زد سكوير هيبقى تفاضلها 2 زد على ايه 1 اوفر 3. طيب وده تفاضله بايه؟ الزد تفاضلها بواحد، يبقى واحد على ايه 1 اوفر 3. يبقى انا دلوقتي عندي الحد دوت تفاضله ب 2 زد ادي 2 وزد على ايه 1 اوفر 1 A باور 1 اوفر 3، والجزء الثاني اللي هي 1 على A 1 اوفر 3 اهو، وطبعا الثابت موجود هنا وهنا اللي هو الاي سي ده موجود هنا وموجود هنا. الحد الرابع ده
الحد الرابع دوت برضو هنقسمه عبارة عن ثلاث أجزاء، لأن هنا ده تربيع مربع الأول اللي هو A سكوير، أول في تاني في اتنين يبقى أربعة A، أربعة A في زد، مربع الأخير يبقى أربعة زد باور تو برضو هنا، وكله مقسوم على A، ده على A وهنا على A وهنا على A. الـ A تروح مع التربيع والـ A تروح مع الـ A، فهنا هيتبقى لي A نيجاتيف 4 Z بلس 4 Z باور 2 على A. طيب تفاضل المقدار دوت الـ A ثابت خلاص، ماينس 4 Z يبقى بـ 4 تفاضلها بـ 4، وهنا يبقى انا دلوقتي عندي الحد الاولاني خلاص، فهنا الترم ده كل ده بتكلم على الترم ده، ثلاث حدود A تفاضله بصفر و4A 4Z تفاضلها بأربعة، الثابت موجود معايا هنا اهو هنا وهنا اللي هي الـ A ده. طيب الثاني الاخير ده التفاضل 2 تايمز 4 يبقى 8، يبقى 8Z اوفر A، يبقى دوت ب 8Z اوفر A والـ A 0. الـ A A اللي هو constant بالنسبة لي. هنا الحد دوت لا يحتوي على زد، وبالتالي التفاضل بتاعه بإيه؟ بصفر. يبقى أصبح دلوقتي عندي المعادلة M كتلة البروتون ناقص كتلة النيترون ناقص 2 AC في زد A باور 1 أوفر 3. طيب الحد دوت تفاضل بالنسبة لزد. هنساوي المعادلة دي بالصفر. هنساوي التفاضل ده بالصفر عشان نجيب الزد مينيموم، وعشان اجيب الزد مينيموم يعني اقل عدد من البروتونات يجعل النواه مستقره يعني، وبالتالي طاقه الترابط تبقى اكبر ما يمكن، يبقى الزد مينيموم اما يكون تفاضل هذا التفاضل بيساوي صفر، التفاضل الاول، يبقى هنساوي العلاقه دي بالصفر، ويبقى الزد فيها يبقى اسمه زد مينيموم، يبقى ام كتلة البروتون ناقص كتلة النيوترون هنا 2، هنا الحد ده هنجيبه الأول، هنا هنرتب بس، وعندي هنا الزد، هنا فين الحدود اللي فيها الزد؟ الحد ده فيه زد وكمان ده فيه زد، فهناخد منهم زد مشترك، يبقى زد مشترك هنا هيبقى هنا 8 A A small على A capital، وهنا هيبقى 2 A C على A 1 over 3 power 1 over 3، وهنجيب من إيه؟ يبقى هنا دي الزد منهم، هنخليها في طرف، هنودي الأجزاء الباقية دي، لو افترضت إن كتلة البروتون قد كتلة النيترون هنختصر الاتنين دول مع بعض، واحد بالموجب واحد بالسالب. لو افترضت ان الكتلتين دول يبقى كتلة البروتون لو قد كتلة النيترون هما تقريبا قد بعض، بس الفرق بسيط، لو اهملنا هذا الفرق البسيط فممكن هنا نختصر كتلة البروتون مع كتلة النيترون. طيب ونحرك الحدين دول في الجهة التانية بعكس الإشارة، يبقى الاتنين موجب، وبالتالي يبقى زد هيساوي الاتنين دول فوق ومقسوم مقسومين على هذا المقدار، وبالتالي تبقى زد مينيموم، هنختصر ده مع ده، هتبقى A C A نيجاتيف 1 اوفر 3 4A على 2 A C A باور 1 اوفر 3 8 A 0 على A 1 اوفر، طبعا هنا الـ A كانت تحت خليتها هنا فوق بـ A ماينس 1، وهنا A كانت موجب طلعتها فوق تبقى حط سالب قدامها. ديت المعادلة اللي من خلالها هنجيب الزد مينيموم اللي هي أقل عدد من البروتونات يجعل النواة مستقرة أكثر استقرارا. طيب اللي هو هنا في المسألة بيقول لي هنا استخدم الثوابت اللي أنا هديها لك ويطلع لي قيمة الزد مينيموم تبقى بكام. هو قال لي استخدم إن الـ AC بـ 7/10 والـ AA بـ 23، يبقى معوض عن قيمة الـ AC
سبعة من عشرة ونعوض عن قيمة الـ AA بكم؟ الـ AC بسبعة من عشرة والـ AA بتلاتة وعشرين. هنا طبعا لو انا عوضت عن، يعني لو قلت يبقى الزد هتساوي الـ AC بكام؟ الـ AC بسبعة من عشرة في A 1 over 3 زائد الـ 4A اللي هي 23 في 4 على 2 في الـ AC 7 من 10 في A نيجاتيف 1 over 3 بلس 8 A بكام؟ 23 في A 1 over. لو جينا نحسب العلاقة ديت، لو افترضت إن الـ A بتساوي مثلا 125، لو عوضت هنا عن الـ A بـ 125 يبقى 7 من 10 في A بـ 125 زائد 24 هنا تبقى، لو جينا نحسب الكلام دوت، يعني لو قلنا 23 في 4 هيطلع لنا ده ب 92 المقدار ده، وهنا 23 في 8 عندنا 23 في 8 هيطلع ب 184 المقدار ده يطلع 184، وهنا ده هيطلع 1.4 من عشرة في A. فهنا طب الـ A لو افترضت إن الـ A بـ 125 فأنا عندي هنا الـ A باور ماينس 1 يعني 184 مقسومة على 125 لو افترضت إن الـ A بـ 125، يعني لو قلت 184 على 125 هيطلع 4 من 10، يبقى المقدار ده هيطلع 1.4 من 10. 1.4 من 10. وهنا ده 1.4 من 10 برضو، ده 92. طيب نشوف الـ A باور 1 over 3 بكام؟ يعني لو قلت هنا 125 باور 3 من 10 هتطلع 23%. يعني ده قيمته 23%، وده برضو قيمته 23%. طب تعالوا كده بقى نحسب تاني، نقول يبقى زد هتساوي، يبقى 7 من 10 في 23% زائد 92 على 1.4 من 10 في 23% زائد 1.4 من 10 هيساوي 7 من 10 تقريبا، دول هيساوي
تسعة من عشرة زائد 92 على ده هيبقى 1.4. هنضرب 1.4 في 23%، هيطلع 3/10. هيطلع 3/10، الجزء الأولاني ده هيطلع 3/10، يبقى ده هيطلع 3/10 زائد 1.4، يبقى ده كام؟ 92 زائد 9/10 يبقى عندي هنا 92 زائد 9/10 هيطلع 92، 93%، على 1.4 زائد 3/10 يطلع 1.7. يبقى ده نقسمه على، يبقى 92.93% على 1.7 هيطلع 54.5، 54.6. ده هيديني 54.6. يبقى الزد يعني ما نجبره اللي يبقى 55 تقريبا. يبقى انا دلوقتي عندي، يبقى الزد مينيموم يبقى اقل عدد من البروتونات يجعل الانويه اللي بتحتوي على الماس نمبر بتاعتها 125 هو 55. الزد يبقى في حدود 55، الزد يبقى في حدود 55. المعادلة اللي فاتت ديت معادلة بارابوليك لأن هي فيها زد باور 2. الزد باور 2 بيخلي المعادلة كوادراتيك ايكويشن. كوادراتيك ايكويشن بيبقى دايما المعادلة التربيعية بتاخد الشكل دوت، قطع مكافئ، قطع مكافئ ديت شكل المعادلة التربيعية. فلما بنيجي، طب خلي بالكوا طبعا ان انا عندي الـ A constant، الـ A ثابت، وما تكون الـ A ثابت فبنعتبر ان الانوية اللي بتحتوي على نفس العدد من الـ A ايزوبار، ايزوبار. فانا لو انا افترضت ان انا في عندي انوية ايزوبارز، انوية، عدة انوية بتحتوي على 102 مثلا او 135، 102 ده عدد زوجي، 135 ده عدد فردي. لما يكون الـ A عدد زوجي 102، في الحالة دي أنا عندي احتمالين، لما يكون الـ A even فأنا دلوقتي عندي احتمالين. إيه الاحتمال اللي عندي؟ الاحتمال اللي عندي يبقى الزد even وعندي الـ N even، أو يعني مثلا ده يبقى 4 و4 يبقى الناتج برضو زوجي، أو الاتنين فردي، أو يبقى الزد odd وكمان الـ N odd، يبقى ده احتمال وده الاحتمال التاني. يبقى الاحتمال الأول لما يكون الـ A الايزوبارز، الايزوبارات اللي فيها A ذا سيم A يعني الـ A ثابت، في الحالة ديت الاحتمال الأولاني عندي يبقى الزد ايفن والـ N ايفن، أو الزد أود والـ N أود، يبقى أنوية تبقى زوجي زوجي أو فردي فردي. طيب لو كان الـ A فردي، في الحالة ديت عندي احتمال واحد ان
يعني يبقى منحنى واحد يبقى فيهم الزد فردي والان زوجي او العكس. فانا دلوقتي عندي المعادله شبه الوضعيه اللي هي معادله الكتله is quadratic function، هي معادله في الزد لما يكون الاي بالنسبه لي كونستانت، والاي بالنسبه لي كونستانت يعني دي يعتبر ايزوبار مش ايزوتوبس، ايزوبار. الانويه ليها نفس العدد من الاي، وكل الانويه ديت بتعاني او بيحصل لها تحلل عن طريق البيتا ديكي، البيتا السالب او البيتا الموجب. ولذلك الجراف بتاع المنحنى بتاعي بيبقى بارابوليك، واخد الشكل اللي هو القطع المكافئ، واخد الشكل قطع مكافئ. المينيموم بالنسبه لي اقل اللي هي المنطقه اللي هي اقل اللي هي نقطه الانقلاب اللي هي النقطه اللي في الاقل نقطه ممكنه ديت بتديني الزد مينيموم، والزد مينيموم معناها ان هو ده يديني اقل عدد من البروتونات، بيجعل النواه اكثر استقرارا، يعني طاقه الترابط بتبقى اكبر ما يمكن. فالجراف هو عباره عن المنحنى دوت هو يمثل علاقه بين الكتلة والزد، يمثل علاقة بين الكتلة كتلة النواة والزد. الكتلة هيمثل الايه، كتلة النواة والزد. فأنا عندي هنا أقل الزد مينيموم اللي بيجعل كتلة النواة أقل ما يمكن، اللي هو بيخلي النواة أكثر استقرارا. فانا دلوقتي عندي زي ما قلنا، فاما يبقى the minimum value of m correspond to the most stable isobar، تمثل اكثر نواه استقرارا. فيبقى اما يكون الزد مينيمم فالام هتبقى مينيمم، ده بيدينا اكثر النواه بتبقى اكثر استقرارا او اكثر نواه استقرارا، اما يكون الاي بالنسبه لي ثابت. انا عندي زي ما قلنا في حالتين، الحالة الأولى اللي هي هنا لو كانت الـ A isobar even، even A، إن الـ A الكلي زوجي. في الحالة ديت عندي احتمالين، the bearing term gives to parabola، إن أنا عندي الـ giving term اللي هو دلتا اللي هو بلس دلتا أو نيجاتيف دلتا، يبقى موجب لو كان زوجي زوجي، ويبقى صفر لو كان فردي فردي. بيبقى سالب لو كان فردي فردي، وبيبقى موجب لو كان زوجي زوجي، وبيبقى بصفر لو كان زوجي فردي او فردي زوجي. The bearing term gives two parabola، بيعطي اثنين من القطع المكافئ. The lower one اللي هو اللي تحت ده بيبقى اكثر استقرارا، وده بيبقى even even، يعني الزد even والان even، يبقى عدد البروتونات زوجي وعدد النيوترونات برضو زوجي. واللي فوق ده يمثل الاود زد اند اود ان، يبقى عدد البروتونات فردي وعدد النيوترونات فردي برضو. هنا بيحصل ديكي، ذا بيتا ديكي تشين، يعني التحلل، يعني لو عندي نواه هنا بيحصل لها تحلل عشان توصل للنواه هنا، فديت نواه اقل استقرارا عايزه توصل لهنا، للنواه اقل هنا نواه اقل استقرارا عايزة توصل لنواة أكثر استقرارا. طب توصل من فوق لتحت هنا إزاي؟ عن طريق اللي هي تصدر العديد من العديد من تحلل البيتا. فأنا عندي هنا لو كانت، فأنا عندي هنا احتمالين، ممكن تبقى النواة موجودة هنا على اليمين، ممكن تبقى النواة موجودة على الشمال، يعني نواة هنا في المكان ده ونواة هنا في المكان ده، والاثنين عايزين يوصلوا النواة في هنا في عند قاع المنحنى. النواة اللي هي موجودة على الشمال دي بتحلل عن طريق البيتا ماينس، اللي هي بتزود الزد، يبقى هنا بيحصل لها بيتا ديكي، بيتا ماينس ديكي يحصل لها تحلل بيتا السالب، واللي هي فيها الزد بيزيد بمقدار واحد. طيب النواة لو في نواة موجودة على اليمين عشان توصل للمركز، فهنا بتتحلل عن طريق البيتا بلس، وفيها الزد بيقل بمقدار واحد، فبتتجه هنا نحو الايه؟ نحو السنتر هنا. يبقى هنا الانويه لو في نواه موجوده على الشمال بتبدا توصل للمركز هنا عن طريق اللي هي البيتا السالب،
تحلل بيتا السالب. لو في نواة على اليمين توصل للمركز عن طريق تحلل بيتا الموجب. والنواة بتبدأ تتحرك بين المنحنيين لحد ما توصل للأقل ما يمكن. For even A isobars, the bearing term gives two parabola. The lower one represents اللي هو المنحنى السفلي ده يمثل even Z و even N. المنحنى الأعلى ده يمثل odd Z و odd N. وبيحصل decay chain، بيحصل تحلل بيتا، وعشان يؤدي إلى المنحنى الأكثر استقرارا، يؤدي إلى النواة الأكثر استقرارا. طبعا هنا المنحنى اللي فوق بيؤدي للنواة دي، والمنحنى اللي تحت بيؤدي للنواة دي، وممكن النواة اللي فوق تتحلل النواة اللي تحت كمان. البيتا، تحلل البيتا chain change even even nuclei to odd odd nuclei. يعني هنا الأنوية اللي موجودة في المنحنى الأسفل بتبدأ الأنوية تتحرك كأنها جزء من زجزاج، تحرك بين المنحنيين. طيب لو المنحنى اللي عندي اللي تحت بقى، لو المنحنى اللي تحت النواة لو كان في نواة موجودة هنا توصل هنا للاستقرار ازاي؟ نفس الكلام. ولو في نواة هنا توصل للاستقرار ازاي؟ هنا النواة اللي هنا توصل للاستقرار عن طريق انها تحلل بيتا السالب، وهنا النواة توصل للاستقرار لتحت البيتا الموجبة. هنا طبعا ده منحنى واحد غير هنا، ده اتنين عشان قد زد قد ان او زد وايفن ان. فور قد ايه ايزوبار، في الايزوبارات اللي فيها الايه قد زي ال 135 مثلا عدد فردي، the bearing term gives one parabola، بيعطي منحنى واحد. The parabola represent even Z O and odd N، والعكس يبقى ال Z even و N odd أو العكس. The beta chain، the beta decay chain leading to one isotope isobar، بيؤدي إلى عنصر واحد في نهاية الايه المنحنى. The nuclei، unstable nuclei reach stability by converting، من هنا الأنواع بتحاول توصل للاستقرار عن طريق انها تحول النيوترون إلى بروتون أو البروتون إلى نيوترون عن طريق تحلل البيتا. عندي هنا في البيتا السالب can occur for nuclei in the left، على الشمال الأنواع اللي موجودة على الشمال بتحلل بالبيتا السالب، حيث بيزيد عدد البروتونات بمقدار واحد. وهنا الأنواع اللي موجودة على اليمين بتبدأ توصل للاستقرار عن طريق اللي هي تتحلل ببيتا الموجب، والعدد وزد بيقل بمقدار واحد، زد بيقل بمقدار واحد. ده مثلا هنا في المنحنى ده عندي الـ A 128 زوجي فداني منحنيين، وعندي هنا الـ A 125 فردي فداني منحنى واحد. بنوصل للاستقرار في نهاية المنحنى هنا، وغالبا بتبقى الزد مينيمم، الزد مينيمم بيبقى ممكن نعتبره ان هو بنوصل للاستقرار اللي هو ايه على اتنين، بنقسم الايه على اتنين يديني الزد مينيمم تقريبا. نشوف عندي هنا مسألة بيقول لي هنا using the electrostatic potential energy of uniform charge sphere of total charge Q and radius R calculate the value of Coulomb term AC in the semi-empirical formula mass بإن الميجا إلكترون فولت. أنا عندي هنا لما خدنا في الفصل اللي فات أثبتنا إن الطاقة هي عبارة عن 3 على 5 3 على 5 E سكوير على
4 باي إبسلون نوت في زد على R. أثبتنا هذا القانون في الفصل الأول. فبيقول لي استخدم هذا الإثبات من خلاله طلع قيمة طاقة التنافر اللي هو الحد الثالث اللي هو الـ AC. فهنا عندنا الحد بتاعنا لو أنا قلت 3 و 4 في 5 يبقى 20، هنا A سكوير في زد، هنا A سكوير، هنا زد سكوير هنا، يبقى أنا هنا 3 على 5 يبقى 20 في زد سكوير اللي هي A سكوير في زد سكوير على 4 باي إبسلون نوت. ده أثبتناه. طيب الحد الثالث هنا كام؟ طلعناه من هنا قلنا إن الـ AC بيساوي Z سكوير على A 1 over 3. وإحنا بنستنتج لو أنا سويت الطاقة من هنا مع اللي هنا، ده من الإثبات اللي خدناه قبل كده، وهنا من الحد الثالث اللي موجود في المعدل شبه الوضعية، وسوينا الاتنين ببعض، ومن هنا نطلع الـ AC. يبقى نقول إن الـ AC Z سكوير على A 1 over 3، 3 على 20 Z سكوير A باور 2 على 4 باي إبسلون نوت. فR اللي هي عبارة عن R نوت في 1.2 في A باور 1 over 3 اهي، دوت اللي هو يمثل الـ R. طيب هنختصر Z سكوير مع Z سكوير، وعندي هنا يبقى 3 على 20 3 على 20 A سكوير على 4 باي إبسلون نوت في 1.2. المقدار دوت نقدر نطلعه بكام؟ لأن احنا قلنا قبل كده إن A سكوير على 4 باي إبسلون نوت طلعنا قيمته قبل كده كان بكام؟ كان ب 197 ميجا إلكترون فولت في فيرمي. يبقى انا دلوقتي عندي 3 على 5 والاربعة هنخليها زي ما هي، هنا دي اي سكوير. يبقى انا دلوقتي عندي تاني 3 على 5 وهنا اي سكوير على 4 باي ابسلون نوت. هنا في 1 على R، هنا دي كام؟ 1.2 1.2 اللي هي القيمة ديت. وطبعا هنا A 1 over 3 هتروح مع A 1 over 3، يبقى هنا في 1.2. طيب ده كام المقدار دوت؟ قبل كده قلنا اللي هو بيساوي 194 ميجا الكترون فولت فيرمي. يبقى نقول يبقى 3 على 5 في 1.44 في 1 على 1.24 هيدينا كام بالآلة الحاسبة؟ نشوف هذا المقدار. يبقى هنضرب 3 على 5 وهنا 1.44 over 1.24، ده مضروب في 3 على 5. شوف الآلة الحاسبة يبقى 1.44 over 1.24 هيطلع 1.16 في 3 على 5 هيطلع 69%.
دي قيمة الـ AC، دي قيمة الـ AC اللي هي، يبقى احنا دلوقتي طلعنا قيمة الـ AC من المعادلة الأولى من الإثبات الأول اللي احنا خدناه في الفصل الأول. طيب المطلوب الثاني بيقول لي احسب بعد كده، استخدم الثوابت ديت على أساس إن أنت تحسب طاقة الترابط النووي لعنصر الـ TA، واستخدم الـ AC اللي أنت حصلت من الجزء الأول من النقطة الأولى في المسألة. فنيجي نشوف هنا الـ Energy، طاقة الترابط النووي أهيت الحدود بتاعتي. العنصر ده اللي هو الماس نمبر بتاعي 181، إن الـ A 181 والزد 73، وهنا عندي الـ A زي ما انتم شايفين الـ O الـ A odd، وأدام الـ A odd فردي يبقى نعتبر إن الدلتا في الحد بتاع في المعادلة بتاعت الشبه الدروب الماس فورمولا بزيرو. يبقى انا دلوقتي هنعتبر ان الدلتا بزيرو، الـ A 181 عشان اود، وعندي الحدود هنستخدمها الـ AV والـ AS والـ AA والـ binding energy الدهالي. طيب نعوض بقى بالحدود اللي عندي. الـ binding energy الدهالي 1445، الـ AV هنضربها في الـ A 181، في الـ A S 17، في الـ A 181 على 3، في الـ A C الزد ب 73 على الـ A 181، وهنا الـ A A ب 23 في الزد ماينس A. هنلاقي إن ده الحدود ديت هنطرحها من بعضها وهنجيبها للجهة التانية بعكس الإشارة، هتديني 642 AC في 929، يبقى الـ AC هتساوي الرقمين دول على بعض هتطلع 6 من 10. يبقى أنا دلوقتي من المعادلة الشبه الوضعية طلعت إن الـ A بـ 69 من 100، ومن المعادلة اللي فاتت اللي هي معادلة التنافر بتاعة كولوم طلعناه بـ 69، فده بيؤكد اللي إن المعادلة إيه مظبوطة. هنكتفي بهذا القدر ونكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. هيبقى في اختبار في الأسبوع ده إن شاء الله، هيجي من الأسئلة الاختياري اللي أنا بنك الأسئلة اللي أنا بعتها لكم، نذاكر الأسئلة نحلها من المذكرة. إن شاء الله ممكن يكون الاختبار في آخر الأسبوع، وأترككم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.